السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أيها الإخوة، في هذا اليوم بإذن الله، اليوم العلمي في الحديث عن الجنة وصف وتأصيل، نتكلم في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا في عدد من المسائل المهمة في هذا الباب، واخترنا الكلام أو العنوان بأن يكون الجنة وصف وتأصيل حتى نبين عدد من الأمور المهمة التأصيلية في هذا الباب. فالجنة الحديث عنها لا يستطيع أحد أن يتكلم عما فيها إلا بعلم من الوحي العظيم، إلا بعلم من الوحي. ولذلك لما تتأمل في الكتب الماضية كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب التوراة وكتاب الإنجيل، لم يكن في كتاب التوراة والإنجيل من العلم بأسماء الله جل وعلا كما في القرآن. يعني الكلام على أسماء الله وصفاته وأفعاله والكلام عن اليوم الآخر وما يحدث فيه، الكلام عن الملائكة، الكلام عن الرسل وغير ذلك، هذا علم في كتاب التوراة وهو أعظم من كتاب الإنجيل. هذا الكتاب دائما يقرن بالقرآن، كتاب التوراة دائما، لأنه كتاب أعظم من الإنجيل، والإنجيل مكمل لكتاب التوراة. كتاب التوراة لم يكن فيه من العلم بأسماء الله جل وعلا مثل ما في القرآن، وهكذا الكلام على اليوم الآخر لم يكن في التوراة من العلم باليوم الآخر وتفاصيل اليوم الآخر مثل القرآن. فالقرآن فيه من التفصيل في اليوم الآخر الشيء العظيم ما لم يكن في كتاب التوراة ولا في كتاب الإنجيل. ولما يريد الإنسان أن يتكلم عن اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فإنه لا يستطيع إلا بالوحي. وهكذا في الكلام عن الجنة والكلام عن النار والكلام عن الصراط والكلام عن الميزان والكلام عن الحساب وغير ذلك، لا يستطيع الإنسان أن يتكلم إلا بما جاء في الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يتكلم عن الجنة ليس الكلام عن الجنة كلام يكون وصفا هكذا وينتهي الأمر بلا تأصيل، يعني بلا دليل من الكتاب والسنة، لا يكون هذا أبدا، وإنما يتكلم عن الجنة بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الوحي العظيم. هذه مسألة مهمة. ومن هنا جاء الحديث عن الكلام عن الجنة وصف وتأصيل. ولما نتكلم عن الجنة لا شك أننا لا نستطيع أن نستقصي الكلام عن الجنة في يوم علمي واحد، وإنما سيطول الكلام ونحتاج إلى يعني ساعات متعددة. ومن قرأ القرآن يعني يجد الآيات العظيمة الكثيرة التي تكلمت عن الجنة باختلاف ألفاظها، وإن كانت تتكلم في بعض الأحيان في قضية معينة إلا أن الألفاظ تختلف. ونبدأ الآن بالكلام عن الجنة، وأرجو من الإخوة أن يعذروني، يعني في المذكرة سنبدأ من الأخير، يعني نبدأ بس عندنا قصور الجنة وتربة الجنة وأشجار الجنة، نحن سنبدأ في الصفحة الأخيرة أولا ثم نتكلم عن فيما بقي. طبعا الوقت لا بد أن نعلم يعني له تأثير في الكلام عن المسائل، يعني قد لا ندرك كل المسائل التي نتكلم عنها في هذا الوقت. حينما نتكلم عن أشجار وقصور وأنهار الجنة، فإن الجنة يعني لما يتكلم الإنسان عن نعيمها فإنه يتكلم عن نعيم لا تدركه أو لا تدرك كيفيته عقول البشر. نعم تدرك المعنى، أما الكيفية
فعقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك الكيفية. ولما يأتيك إنسان يقول أنا رأيت نعيما، أي نعيم من نعيم الدنيا؟ رأى منظرا، رأى نهرا، رأى قصرا، رأى شجرة عظيمة، أي نعيم من نعيم الدنيا؟ فمهما تكلم هذا الإنسان فإنه لا يستطيع أن يتجاوز في كلامه حدود عقول البشر، لا يستطيع. لكن لما يقول رب البشر إن الأبرار لفي نعيم، فإنك تعلم أن هذا النعيم فيه ما لم ترى العيون ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. ومسألة التفريق بين الكيفية والوصف سنتكلم عنها، لكن لا بد أن ندرك أن هذا النعيم نعيم الجنة كما ذكرت فيه ما لم تدرك، ما لم ترى العيون ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. ومن تأمل في قول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، ثم تأمل في الدنيا بنعيمها وما فيها من اللذات، لا شك أنه مباشرة سيقول أن النعيم الذي يتكلم الله عنه أعظم من نعيم الدنيا بلا شك. ويزداد الفرق ويعظم حينما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها كافر شربة ماء. إذا كانت الدنيا بما فيها من قصورها وأنهارها وجمالها وبساتينها لا تزن عند الله جناح بعوضة، إذن ما هو هذا النعيم الذي يتكلم الله عنه؟ هذه مسألة مهمة. فنعيم الجنة نعيم عظيم ونعيم يعني كبير. خلونا نتكلم الآن في البداية عن أشجار الجنة. الحديث الذي حفظناه وسمعناه كثيرا وهو حديث آخر أهل الجنة دخولا، وقد نكرر في بعض المواطن، تأملوا في هذا الحديث ونحن نتكلم عن أشجار الجنة ونبدأ في وصف الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل يمشي على الصراط يكبو تارة وتسفعه النار تارة أخرى حتى إذا تجاوز الصراط، لاحظ طبعا والصراط مضروب على متن جهنم، إذا تجاوز الصراط التفت إلى النار فقال تبارك الذي نجاني منك، لاحظ، قال فترفع له شجرة فينظر إلى جمالها وإلى حسنها فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة، فيقول يا عبدي لا تسألني عن شيء بعد ذلك، فيقول لا أسألك عن شيء بعد ذلك، فيدنيه ربه إلى هذه الشجرة. فإذا جلس تحت الشجرة كما في صحيح الإمام مسلم رفعت له شجرة ثانية أحسن من الشجرة الأولى، فينظر إلى جمالها وإلى حسنها فلا يستطيع أن يصبر، فيقول يا رب أدرني من هذه الشجرة الثانية، فيقول يا عبدي ألم تقل لا أسألك عن شيء بعد ذلك. لاحظ في صحيح الإمام مسلم وربه يعذره لما يرى من النعيم الذي لا صبر عليه. هذه أشجار دون الجنة، هو ما بعد وصل الجنة إلى الآن، وربه يعذره لما يرى من النعيم الذي لا صبر عليه. فإذا جلس تحت الشجرة الثانية رفعت له شجرة ثالثة أحسن من الثانية فلا يستطيع أن يصبر، فيقول يا رب أدنني من هذه الشجرة الثالثة، فيقول يا عبدي ألم تقل لا أسألك عن شيء بعد ذلك، وربه يعذره لما يرى من النعيم الذي لا صبر عليه. وكل هذه الأشجار دون الجنة. فالله جل وعلا يعذر هذا الإنسان لأنه يرى من النعيم الذي لا صبر عليه، فما ظنك إذن بأشجار الجنة؟ وما بالك بأشجار الجنة؟ ما هي أحجامها؟ وما هي ألوانها؟ وما هي أشكالها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها، رواه الإمام مسلم. وهنا مسألة مهمة وهي أنه لابد في الحديث يعني أن نهتم أن يعني أن نتكلم بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه
الإمام البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، اقرأوا ما شئت، اقرأوا إن شئتم، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. من الأشجار المهمة شجرة سدرة المنتهى، فهل نعرف سدرة المنتهى التي قال الله عنها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى؟ ما هي هذه الشجرة وما الذي غشاها؟ جاء في الحديث الصحيح أن أوراق هذه الشجرة كآذان الفيلة وثمرها كالقلال كما في صحيح الإمام مسلم، والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. ولقد رآه نزلة أخرى، طبعا هذه الشجرة خارج الجنة فيما يظهر وليست داخل الجنة، شجرة سدرة المنتهى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقها الله، التي خلقه الله عليها. يقول ابن القيم رحمه الله عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والمرة الثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما معنى هذه الآية؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: غشيها فراش من ذهب، غشيها فراش من ذهب. يقول الحسن رحمه الله: تغشاها الملائكة، تغشاها الملائكة حين يقعن على الشجرة، وقيل غير ذلك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، ثم قال: ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا تمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، يعني لا يستطيع إنسان أن يصفها من حسنها. من أشجار الجنة شجرة السدر، لكن ليست كشجر الدنيا، فشجرة السدر في الجنة لا شوك فيها. قال الله جل وعلا: في سدر مخضود، يعني لا شوك فيه. من أشجار الجنة شجر الطلح المنضود، المنضود المتراكب الذي قد نضد أوله بآخره، الذي نضد أوله وآخره بالحمل، ليست له ساق بارزة بل هو مرصوص. من أشجار الجنة ما جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه، ما جاء من أشجار الجنة كما بين الله جل وعلا: العنب والحدائق إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا. كذلك النخل والرمان فيهما فاكهة ونخل ورمان، بل في الجنة كل أنواع الفاكهة، فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الآية الأخرى: وفاكهة مما يتخيرون. وأشجار الجنة لها ألوان، وهذا تفسير قول الله جل وعلا عند بعض السلف: ذوات أفنان. لما قال الله جل وعلا ذوات أفنان قال بعض المفسرين ذوات ألوان، وقيل غير ذلك، وقيل معنى ذوات أفنان يعني في كل غصن فنونا من الفاكهة. ولا شك أن أشجار الجنة تختلف عن عما يكون لأهل النار من فهم لا يجدون ظلا ولا يجدون إلا الحميم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ومما في الجنة الخضرة التي تبهر العين، فقد قال بعض السلف
في تفسير قول الله جل وعلا مدهامتان، يعني قد اخضرتا من شدة الري. هذا حديث عن بعض الأشجار التي في الجنة، وقطوف الجنة قريبة ينالها النائم والقاعد والمضطجع، كما قال الله جل وعلا وجنى الجنتين دان، وفي الآية الأخرى وذللت قطوفها تذليلا. فأشجار الجنة وثمارها ينالها النائم والقاعد والمضطجع. أما بالنسبة للحديث عن أنهار الجنة وبحار الجنة، فقد جاء في سورة محمد أن الله جل وعلا يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار من ماء غير آسن يعني لا يتغير بوخم ولا بريح منتنة ولا بكدرة ولا بمرارة، بل هو أعذب المياه وأصفى المياه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه يعني في غاية البياض والحلاوة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها، هذا الثاني. الثالث أنهار من خمر لذة للشاربين، لما كانت الخمر في الدنيا كريهة الرائحة منتنة، بيّن الله جل وعلا أنها ليست كذلك في الآخرة، فهي في الآخرة ليست كريهة، ليست كريهة الطعم ولا كريهة الرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة، والفعل أيضا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الرابع أنهار من عسل مصفى، يعني في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح كذلك، فهو مصفى من الشمع وسائر ما يكون في وسائر ما يختلط بالعسل من الشمع وغيره. نحن دائما نقرأ قول الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، فلا شك أن هذه الأنهار عظيمة، وأن الإنسان حينما ينظر إلى أنهار الدنيا وإلى جريان السيول لا شك أن هذا المنظر يؤثر فيه ويدخل في قلبه البهجة، فكيف إذا سكن جنة تجري من تحتها الأنهار بألوانها وأشكالها وطعومها؟ بل جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعد، ثم تشقق الأنهار منها بعد. رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومن العلم الذي جاء عن الأنهار أنهار الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، إلى أن قال فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. والجنة كذلك فيها عيون، وقد ذكر الله جل وعلا آيات متعددة في بيان عيون الجنة، وهي مختلفة الطعوم ومختلفة المشارب، فهذه العيون منها ما يجري كما قال الله جل وعلا فيهما عينان تجريان، وهذه العيون منها ما يفور وينضخ كما قال الله جل وعلا فيهما عينان نضاختان، يعني فوارتان، وإذا كانت تنض وتنضخ وتفور فلا شك أنها تكون ممتلئة لا تنقطع، فلو لم تكن ممتلئة
لم تكن فوارة. وحينما تتأمل تجد أن من الآيات التي تكلمت عن عيون الجنة قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. جنات بساتين، وعيون كما بينا قبل قليل، عيون تجري من تحتهم، وسيأتي لها عدة أوصاف. لكن لاحظ أنه قال في سورة الحجر: إن المتقين في جنات وعيون، يعني بساتين وعيون تجري. في سورة المرسلات ماذا قال؟ قال: إن المتقين في ظلال وعيون. لاحظ كلمة ظلال تختلف عن جنات، فالجنات معلومة، الظلال يكون في الأشجار ويكون في القصور وفي غيره. فلما قال الله جل وعلا في ظلال، يعني في ظلال الأشجار وظلال القصور وغير ذلك، وعيون. فلا تظنن أن العيون مقتصرة على الجنات، فهذه لما قال الله جل وعلا في ظلال يعني في ظلال الأشجار وظلال القصور، فليس ظلال الأشجار فقط. ومن عيون الجنة التي ذكر اسمها في القرآن تسمية عين عظيمة، وهي كما ذكر بعض أهل العلم أنها أعلى وأشرف أشربة الجنة على الإطلاق، وهي العين التي ذكرت في سورة المطففين، وهي عين تسنيم. تسنيم. ونقل ابن كثير أن الضحاك وأبو صالح ذكر أن تسنيم أشرف شراب أهل الجنة وأعلى. هذه قضية. القضية الثانية في هذه العين أنها في مكان عال، قال بعض أهل العلم في جنة عدن. هذه قضية ثانية. القضية الثالثة في هذه العين أنها خالصة للمقربين، فالمقربون يشربون منها صرفا. ما هو الفرق بين المقربين وغيرهم؟ لما نقرأ سورة الواقعة، وهذا التفريق لا بد أن نفرق به الآن ونعرفه، لأنه يعني قد يتكرر بكثرة فيما بعد. لما تكلم الله جل وعلا في سورة الواقعة بين أن أهل الجنة صنفين: المقربين وأصحاب اليمين. المقربون هم الذين فعلوا الواجبات وزادوا حتى فعلوا السنن والمستحبات بقدر استطاعتهم دائما، وتركوا المحرمات وزادوا حتى تركوا المكروهات. هؤلاء المقربين الذين قال الله فيهم: والسابقون السابقون. أولئك المقربون عند مين؟ عند الله، عند رب العالمين. الأبرار وهم أصحاب اليمين الذين في سورة الواقعة، الأبرار أصحاب اليمين، هؤلاء في العمل دون المقربين. هؤلاء الذين أدوا الواجب ولم يحرصوا على فعل السنن والمستحبات، وتركوا المحرمات ولم يعبأوا بترك المكروهات، هؤلاء يسمون في القرآن أصحاب اليمين. طبعا سيكون في التفصيل أكبر إن شاء الله بعد المغرب في درجات العاملين. لا شك في فرق كبير بين عمل المقربين وعمل مين؟ أصحاب اليمين. فعين تسنيم هذه خالصة للمقربين، يشربون منها صرفا، ما يخلط بها غيره. ولا أعلم بحد علم القاصر وصف لعين تسنيم، يعني نوع الشراب تسنيم، علمه عند الله. هذه العين ما هي؟ علمها عند الله في الوصف. لكن وصف إيش؟ شراب من دونهم وهم الأبرار، يعني وصف شراب من دون المقربين. فإذا كان الوصف القادم لشراب الأبرار اللي هم دون المقربين، فما ظنك بعين تسنيم إذن؟ واضح يا أخوان ولا لم يتضح؟ واضح، واضح. لا أعلم وصفا في الكتاب أو السنة بحد علم القاصر لعين تسنيم في طعمها، لكن الذي وصف
شراب دون عين التسنيم. فما هو هذا الشراب؟ خلونا نقرأ سورة المطففين حتى نعرف ما هو هذا الشراب. قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار من هم؟ كما ذكرنا هم من دون المقربين اللي فعلوا الواجب وتركوا المحرم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نسأل الله من فضله، يسقون من رحيق. خلونا من كلمة مختوم الآن، خلونا في رحيق. الأبرار اللي هم دون المقربين يسقون من رحيق، يعني من ألذ الشراب وأطيب الشراب. هذا الشراب وصفت نهايته مختوم. قال بعض المفسرين مختوم يعني نهاية هذا الشراب. مختوم بإيش؟ نحن عادة إذا شربنا الشاهي ولا غيره يكون في نهاية الشراب شيء نسميه حثالة، صح ولا لا؟ أو الكدر، تلقى الواحد ما يشربه. الله جل وعلا يقول عن هذا الشراب أن نهايته مختوم. مختوم بإيش؟ مختوم بالمسك، ختامه مسك. إذا كان نهاية الشراب المسك الإذفر، فما ظنك بالشراب ذاته؟ واضح يا أخوان؟ إذا كان نهاية الشراب الذي نحن نسميه الحثالة والكدر من المسك الإذفر، فما ظنك بالشراب ذاته؟ بعض المفسرين يقول مختوم يعني محفوظ ومختوم من أن يداخله ما يشوبه وينغصه، لكن مختوم بإيش؟ مختوم بالمسك. فإذا كان مختوما عما يفسده أو ينغصه بالمسك، فما ظنك بالشراب ذاته؟ وضح يا أخوان أو لم يتضح؟ شراب الأبرار هذا يمزج بشيء من تسنيم. شراب الأبرار هذا الذي يتكلم الله عنه يمزج بشيء من تسنيم، ومزاجه من تسنيم. ما هي تسنيم؟ تسنيم فوق عينا يشرب بها المقربون، هذه خاصة المقربين. الله أكبر. إذن فما الظن بعيني؟ تسنيم، لا شك أنها عين عظيمة وجليلة، نسأل الله جل وعلا من فضله. هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، أن الله جل وعلا قال في ثنايا الآية، قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني في هذا الأمر يتنافس المتنافسون، يتنافسون على الجنة. أول الآيات في سورة المطففين حذر الله جل وعلا من التطفيف ومن المنافسة في الدنيا بغير حق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. والمنافسة الحقيقية تكون للدار الآخرة، تكون لتلك الدار العظيمة للجنة. فلا بد أن تعلم أنها درجات، فاحرص على أعلى الدرجات، نسأل الله من فضله. نعم. يقول بعض أهل العلم: وعين تسنيم عين رفيعة حسًا ومعنى، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل. لما تتأمل في الآية تجد أن الله جل وعلا لم يقل عيناً، لم يقل عيناً يشرب منها المقربون، وإنما قال عيناً يشرب بها المقربون. والفرق بين منها وبها كبير. فمن شرب من أي شيء لا يلزم أن يرتوي أبداً. بعض الأحيان تشرب الكأس والكأسين وما يرتوي الإنسان. لكن لما قال الله جل وعلا عيناً يشرب بها المقربون ضمن ذلك أنهم يرتوون، فهم إذا شربوا ارتووا بدلالة بها. لكن لو قال منها لما لزم ذلك. ففرق بين
منها وبها. من عيون الجنة عين الكافور كما قال الله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يقول عطاء: كافورا اسم عين في الجنة. ونقل القرطبي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي عين عظيمة، فلا تسأل عن الكافور، لا تسأل عن الكافور في تبريده ولا عن رائحته الطيبة، فضلا عن طعمه، وهي عين لا تنضب ولا تنتهي، فهي دائمة الفيضان والجريان. فأهل الجنة لا يخافون نفادها ولا انقطاعها، وأهل الجنة يفجرون هذه العين تفجيرا، يعني يتصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين، وإن شاءوا إلى الرياض الناظرة، أو بين جوانب القصور والمساكن إلى غير ذلك. يقول مجاهد رحمه الله: يفجرونها تفجيرا، يعني يقودونها حيث شاءوا. وكذا قال عكرمة وقتادة. وعين الكافور يمزج للأبرار منها، وأما المقربين فإنهم يشربون منها خالصة، يشربون منها خالصة. وكذلك من العيون عين الزنجبيل التي قال الله جل وعلا فيها في سورة الإنسان: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعض أهل العلم يقول أن اسم العين السلسبيل كما قال عكرمة، وهي عين تسمى السلسبيل وفيها الزنجبيل. ابن كثير رحمه الله ذكر كلاما جميلا في هذا الباب، في الكلام عن عين الكافور وعين الزنجبيل. يقول: الكافور بارد والزنجبيل حار. فيقول رحمه الله: هذا الكأس الذي يشربه يعني الأبرار تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل، حتى يعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة، وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منها صرفا كما قال قتادة وغيره. هذا حديث عن عيون الجنة. وأما تربة الجنة فقد وردت عدة أحاديث. في صحيح الإمام مسلم أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء. قال: درمكة بيضاء مسك خالص. احفظوها لأننا سنتكلم عن المعنى. قال: الجنة، تربة الجنة درمكة بيضاء مسك خالص. درمكة يعني الدقيق الخالص، الدقيق الخالص. وقيل المراد إنها في البياض والنعومة درمكة، في البياض والنعومة درمكة. لاحظ: درمكة بيضاء مسك خالص. المراد أنها في البياض والنعومة درمكة، وفي الطيب مسك، وفي الطيب مسك. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم عن الجنة ما بناؤها، قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر، هكذا ضبطها في المسند، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت،
وترابها الزعفران، ملاطها المسك، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران، هذه ثلاثة أمور. قال: من يدخلها ينعم، لا يبأس أو لا يبؤس كما ضبطها هنا، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، وهناك بعض الأحاديث التي وردت، يعني ورد حديث ضعيف نذكره للفائدة، أن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك، يعني المقصود بالخبزة هي العجين. لكن هذا الحديث كما ذكرت ضعيف. ابن القيم رحمه الله تكلم في كتابه إحادي الأرواح وجمع بين هذه الأحاديث، وإحادي الأرواح من أحسن الكتب في الكلام عن الجنة، إحادي الأرواح في السفر إلى بلاد الأفراح. فذكر قال: هذه ثلاث صفات في تربتها، ويقول: لا تعارض بينها. فذهب طائفة من السلف إلى أن تربتها، ولاحظ اهتمام السلف بالتدقيق في الكلام عن مسائل الجنة، وأن الكلام لا يكون بلا بينة، وإنما يعني يدقق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أن تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. والجنة ترابها المسك والزعفران. وهناك عدة احتمالات في الجمع بين هذه الأحاديث. فمن تلك الاحتمالات أن تكون تربة الجنة زعفرانا باعتبار اللون، أن تكون تربة الجنة زعفران باعتبار اللون، مسكا باعتبار الرائحة. تربة الجنة زعفران باعتبار اللون، مسكا باعتبار الرائحة. وهذا أحسن، أو من أحسن شيء يكون، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني البهجة والإشراق في لون الزعفران، والرائحة رائحة المسك. وذكر وجه ثاني، وهو أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا، أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا. والطين يسمى ترابا، ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر: وملاطها المسك. والملاط الطين، ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد: ترابها الزعفران وطينها المسك. ومما جاء في الأحاديث الصحيحة في هذا الباب حينما نتكلم عن تربة الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. عندنا لفظين: اللفظ الأول جنابذ اللؤلؤ، واللفظ الثاني حبايل اللؤلؤ. أما لفظ جنابذ اللؤلؤ فهذا صحيح وثابت، هذا صحيح وثابت، وهو في صحيح الإمام البخاري. والجنابذ هي القباب، وهو ما ارتفع من البناء. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. جاء من حديث أنس رضي الله عنه. وأما اللفظة الثانية فهي: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ. هذه اللفظة بعض أهل العلم يقول أن فيها تصحيف، وأنها بدل أن يقال حبايل أنها جنابذ،
لكن الراوي صحف، حصل فيها تصحيف. على كل حال إذا صحت هذه اللفظة الثانية حبايل اللؤلؤ، فيقول ابن الأثير رحمه الله إذا صحت هذه الرواية فيكون أراد به مواضع مرتفعة كحبال الرمل، انتهى. فاللؤلؤ فيها كحبال الرمل، اللؤلؤ في الجنة كحبال الرمل، هذا ما يفهم من تصحيح هذه اللفظة. وأما قصور الجنة وهو الأمر الرابع الذي موجود عندكم في المذكرة، فلا شك أن بيوت الجنة بيوت وصفها الله جل وعلا بأنها طيبة، ولو لم يأتي إلا هذا الوصف لكفى. فالله جل وعلا بيّن أن مساكن الجنة طيبة كما قال سبحانه ومساكن طيبة في جنات عدن. وقد سمى الله جل وعلا في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات، قال الله جل وعلا وهم في الغرفات آمنون، وقال في جزاء عباد الرحمن أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، وقال واصفا هذه الغرفات لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال ابن كثير رحمه الله أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور يعني الشاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصور، ففي صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وأخبر الله جل وعلا أن في الجنة خياما حور مقصورات في الخيام، وهذه الخيام عظيمة فهي من لؤلؤ، بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا وفي بعض الأحاديث 60 ميلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. وفي صحيح الإمام مسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، نسأل الله من فضله. وهناك أسباب لمن أراد أن يبني قصرا في الجنة، فعليه بأن يتتبع الأحاديث التي تكلمت عن أسباب أو كيف يبني المؤمن بيتا في الجنة. من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة، كذلك حديث من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة، وهكذا وهكذا في الأشجار يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والواحد منا في الدنيا يود أن يكون بيته وسيعا وأن يكون في راحة وطمأنينة في هذا البيت، وأن لا يكون متضايقا، وأن يكون مليئا بالأشجار، وأن يكون فيه من جمال الأشجار ما فيه، فمستقل ومستكثر. فمن أراد فعليه بالعمل، فيلتزم بالسنن الرواتب ما يتركها، وكذلك يبني بقدر استطاعته مسجد لو كمفحص قطات، وكذلك يكثر من ذكر الله تسبيح والتهليل يرحمك الله،
التحميد والتكبير. فغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من المسائل المهمة التي لا بد أن نتكلم عنها كما عندكم في المذكرة أن العلم بالجنة لم يأتنا كاملا، وإنما جاءنا شيء من العلم. فلا تظنن أن الكلام عن الجنة والعلم بالجنة كلها قد بلغنا، هذا الفهم غير صحيح. وإنما جاءنا شيء من العلم بالجنة، ولذلك قال الله جل وعلا في سورة السجدة التي نقرأها تقريبا كل يقرأها الأئمة كل فجر جمعة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنت لما يقال لك قصر الملك، قصر الوزير، نهر، شجرة ضخمة عظيمة، أنت يخطر على قلبك يعني بعض التصور وكذا. أما الجنة فلا، يعني فيها ما لم يخطر على قلب بشر، وما لم تسمع الآذان، وما لم ترى العيون. وكما ذكرت في بداية الحديث أن العلم بالجنة في التوراة ليس كالعلم بالجنة في القرآن، القرآن أعظم، أعظم علما، ومع ذلك لم يأتي العلم عن الجنة كله في إلينا، وإنما جاءنا شيء من العلم عن الجنة. وهكذا العلم بالله، نحن لا نعرف إلا شيء من أسمائه وصفاته وأفعاله، كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فنحن ليس عندنا إلا شيء من العلم، هذه مسألة مهمة. فكل ما نقرأه في الكتاب والسنة عن الجنة فإنما هو شيء من العلم بالجنة. المسألة الثانية أننا حينما نقرأ النصوص التي تتكلم عن الجنة فإن بعض أهل العلم يقولون أن النص له معنى وله كيفية. فالمعنى واضح، نحن نعرف أن أنهار اللبن أو نهر اللبن ما هو، وأنه يختلف عن نهر الماء، والرمان يختلف عن الموز، وكذلك الشجرة تختلف عن القصر. المعنى معلوم، أما الكيفية فعلمها عند الله تبارك وتعالى. كيفية هذا النهر، كيفية هذه القصور، كيفية هذه الفاكهة، علمها عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يظنون أن هذا الذي رزقوا من قبل، لكن الله جل وعلا ماذا يقول؟ وأتوا به متشابها. يعني فرق في الطعم واللون واحد لكن الطعم مختلف. وقال بعض المفسرين: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. فالتفاح تفاح والرمان رمان، يعرفونه كذلك لكن ليس هو مثله في الطعم. هاتان مسألتان يعني مهمتان في هذا الموضوع. ندرف إلى مسألة مهمة، وهي بداية أهل الإيمان في مسيرهم إلى الجنة. يعني لما ينفخ في الصور ولما يفزع الناس ويبدأ أهل الإيمان في المسير إلى الجنة، ما هو وصفهم في القرآن؟ وما هو وصفهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالناس يوم القيامة يكونون في فزع شديد، والمؤمنون في ذلك اليوم يتطلعون إلى ما أعد الله جل وعلا لهم.
فتصور الناس في ذلك اليوم، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، الأفزاع كثيرة، لكن الفزع العظيم هو يوم القيامة، فأهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وصف الله جل وعلا مسيرهم، أو وصف الله جل وعلا حالهم في هذا الباب في آيتين في القرآن. الأولى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني على الركائب وعلى النجائب، فلا يسيرون بأقدامهم وإنما على الركائب كما يفهم من الآية. والوصف الثاني: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا يعني جماعات، جماعة تلو جماعة، معهم الأنبياء والصديقون والشهداء والعلماء، يسيرون في موكب عظيم وموكب رهيب، يسيرون إلى الجنة. ولك أن تتصور وهم يسيرون في جماعات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. فما ظنك بهم وهم يسيرون إلى الجنة وإن ريحها ليوجد من 100 عام؟ أي قلوب هذه القلوب، وأي فرح يستشعرون به، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. فهم يسيرون وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام، ويسيرون في جماعات كما قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولما يأتي وفد إلى الملك أو إلى الوزير، فتجد أنه يوضع في أحسن الأماكن، ويركب أحسن السيارات، هذا وهو إلى ملك من ملوك الدنيا، مخلوق من المخلوقات التي تحيا وتموت. لكن المتقين يحشرون إلى الرحمن، إلى ملك الملوك وجبار الأرض والسماء، يحشرون على الركائب والنجائب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما صح عنه وهو يعلق على هذه الآية، قال: حتى إلى آية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، فوجدوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها، فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا، ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها، كأنما دهنوا بالدهان. ثم عمدوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها، فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من أذى أو قذى. هذا الأثر أثر صحيح عن علي رضي الله عنه. حتى إذا جاءوها، يعني وصلوا إليها، وجدوا أبوابها مغلقة وليست مفتوحة. وكما ذكرنا أن معهم الأنبياء والشهداء والصديقين والعلماء والصالحين، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، وأبواب الجنة 8، ما بين مصراعي الباب الواحد كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. هجر بلدة في البحرين، وبصرى بلدة في سوريا. هذا ما بين عضادتي الباب، وهي 8 أبواب. فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة،
فيقول خازن الجنة من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك فتفتح أبواب الجنة. الله أكبر. ولما تتصور أهل الإيمان يدخلون ويزدحمون على هذه الأبواب العظيمة، وهذه الأبواب ذكرنا شيئا من وصفها، جاء في بعض الأحاديث أن الناس إذا رأوا الأبواب غير مفتوحة، أبواب الجنة، أنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يستفتح. جاءت بعض الألفاظ في بعض الأحاديث التي حقيقة تحتاج إلى تحقيق وتحرير، لكن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الشفاعة قبل، وليس عند باب الجنة. نعم، بعض المحققين من أهل العلم ذكر هذا، لكن فرق بين أن نقول قال بذلك بعض المحققين وبين أن نقول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح انتهى الأمر. المقصود أن أول من يدخل باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح الإمام مسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. فإذا فتحت أبواب الجنة فأول من يدخل من الأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي أمته، كما في صحيح الإمام مسلم. وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، كما في سنن أبي داود. وأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، كما في صحيح الإمام البخاري، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لا بد من الوقوف على هذه على الأحاديث التي تكلمت عن أبواب الجنة. ذكرنا شيئا من الأحاديث في صحيح الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة قال فيها: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وهناك آية بيّنت شيء من وصف أبواب الجنة في سورة صاد، لما قال الله جل وعلا: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال القرطبي: لم يقل مفتوحة، وإنما قال مفتحة. قال: لأنها تفتح لهم بالأمر لا باللمس، تؤمر أن تفتح فتفتح، وتؤمر أن تغلق فتغلق، فلا يحتاج أهل الجنة إلى عناء ولا إلى معاناة لفتح باب الجنة، وإنما هي مفتحة، تؤمر أن تفتح فتفتح، وتؤمر أن تغلق فتغلق. وقد ذكر ابن جرير، يعني مع ضخامة هذه الأبواب وعظمتها، أنها لا تفتح لهم، ذكر أنها تفتح لهم بدون معاناة منهم، فلا تفتح باليد وإنما تفتح بالأمر. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: تكلم انفتحي فتنفتح، وانغلقي فتنغلق. وكما ذكرت أن البعض لا يستوعب من النصوص إلا بما يرى، ونصوص المغيبات لا شك أن لها شأن آخر، فلا تقيد بفهم يعيشه الإنسان في الأرض، فالإنسان بتفكيره لا يفكر إلا في حدود يعني هذا الكوكب الصغير اللي هو الأرض، فلذلك لا يقيد هذا الفهم بشيء يراه، وإنما يأخذ هذا العلم كما هو وكما جاء
فهم السلف رحمهم الله تعالى. أبواب الجنة الثمانية، والله جل وعلا لما قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفتحت قال بعض أهل العلم أن الواو هنا واو الثمانية. وقد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة ثمانية أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. كذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله تعالى دعي من أبواب الجنة وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد من ضرورة دعي من أيها دعي، فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، نسأل الله من فضله. رواه الإمام البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة الطويل فيقول الله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخر، رواه الإمام مسلم. من اللطائف التي ذكرها ابن القيم رحمه الله أن أبواب الجنة بعضها فوق بعض. قال رحمه الله ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها. وهذا فهم فهمه الإمام ابن القيم رحمه الله. وهنا مسألة مهمة، وهي أن أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة من الذي يستقبلهم؟ يعني الواحد منا لما يسافر إلى بلد خاصة إذا كان غريب ولوحده ولا يعرف اللغة لا شك أنه يكون في شدة وغربة، يتمنى أن هناك من يستقبله من الناس، يتمنى وفد يستقبلونه. فأهل الجنة الذين يستقبلونهم ملائكة الرحمن، نسأل الله من فضله. وإذا استقبلوهم لا يستقبلونهم بوجه يعني عبوس، وإنما يستقبلونهم سلام عليكم طبتم طابت أعمالكم وطابت أقوالكم فادخلوها خالدين ماكثين فيها أبدا. ومما يذكر في هذا الباب أن أهل الجنة يعرفون منازلهم، ولذلك في سورة محمد ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا دخل المؤمنون الجنة توجهوا إلى منازلهم. قال جمع من المفسرين هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم، نسأل الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا. فهم يعرفون منازلهم من غير استدلال، والله جل وعلا كما ذكرنا يقول ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال ابن جرير رحمه الله عرفها لهم يعني عرفها لهم وبينها، حتى إن الرجل ليأتي منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنيا لا يشكل عليه ذلك. بل يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عرفهم منازلهم وما احتوت عليه من النعيم المقيم والعيش السليم، انتهى كلامه. يقول علي رضي الله عنه كما صح عنه وذكرنا جزء من الأثر من كلامه رضي الله عنه، يقول وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان
بالحميم جاء من الغيبة، أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، وقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقولن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. قال: فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابي مبثوثة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه، فإذا هو قد أسس على جندل، يعني القبة، على جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه، فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره، إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائكه، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. يتساءل البعض عن عصاة المؤمنين، وعصاة المؤمنين سيأتي الكلام عنهم مفصلا، لكن ونحن نتكلم عن دخول المؤمنين إلى الجنة لا بد أن نتعرض، يعني بإذن الله سنتكلم عنهم بالتفصيل إن كان فيه وقت، لكن ونحن نتكلم عن دخول أهل الإيمان الجنة لا بد أن نتعرض لبعض عصاة المؤمنين. فقد جاء في بعض الأحاديث أن بعض العصاة يعذبون في النار. ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. رواه الإمام مسلم. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. وقوله إلا دارات وجوههم يعني ما يحيط بالوجه من جوانبه. وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة بالجهنميين. في صحيح الإمام البخاري عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ووردت أحاديث أخرى، منها ما جاء في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار، يعني يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت: وما الثعارير؟ قال: الضغابيس. الثعارير يعني قثاء صغار، والضغابيس نبت يخرج قدر شبر في دقة الأصبع، لا ورق له ولا حموضة. فمن العصاة من يعذب في النار أولا، ثم يدخل الجنة. من المسائل المهمة في هذا الباب الكلام على سبق الفقراء للأغنياء، وكلام بعض أهل العلم في هذا الباب. قد جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام.
وهو حديث صحيح. وقد روي في بعض الأحاديث أن هؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم لم يكن عندهم شيء يحاسبون عليه مع جهادهم وفضلهم رضي الله عنهم. في صحيح الإمام البخاري عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، نعوذ بالله من النار. وأصحاب الجد المقصود بهم هم الأغنياء من المسلمين. الإمام القرطبي رحمه الله ذكر جمع بين هذه الأحاديث، فقال رحمه الله أن الفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم، والأغنياء كذلك. فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولاً الجنة وآخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة 500 عام، أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة 40 خريفاً باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء. هذا ما ذكره، والله أعلم. أما بالنسبة يعني حينما تتأمل في مسيرة أهل الإيمان إلى الجنة فلا بد يعني أن يكون هناك يعني مما يحبذ أن يذكر حال أهل النار أيضا حينما يساقون إلى النار. فأهل النار وصفهم الله جل وعلا بأنهم يساقون إلى النار عطشانين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يعني عطاشا. ولا شك أن حال الإنسان إذا اشتد عليه العطش أنه يكون في حال عظيمة. وما ظنك بهم وقد وقفوا في ذلك اليوم العظيم لم يشربوا ماء ثم يساقون وهم عطشانين، ويساقون إلى النار بزجر وتهديد ووعيد، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ونحشرهم ومنهم من يحشر أعمى وأبكم وأصم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأهل النار يساقون إلى النار زمرا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا، يلعن بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا، فلا تهمل قوله تعالى زمرا. وإذا وصلوا إلى النار بمجرد أن يصلوا إليها تفتح أبواب النار سريعا لتعجل لهم العقوبة، أجارنا الله وإياكم. من المسائل المهمة التي تذكر يعني في هذا الباب تبعا لوصف الجنة خاتمة سورة الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا لما ذكر حكمه في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل سبحانه وتعالى في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن كل عن النقائص والجور، وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل. قال جل وعلا: وقضي بينهم بالقسط، وقضي بينهم يعني بين الخلائق بالحق. ثم قال: وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه
فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم بالحمد في قوله تبارك وتعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. من المسائل المهمة التي يمر بها أهل الإيمان في الجنة قبل دخولهم للجنة أنهم يهذبون قبل الدخول، فبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط، طبعا الناس يخرجون من قبورهم ثم يحشرون على أجسادهم، ثم بعد ذلك يحاسبون، ثم بعد ذلك الميزان، بعد الحساب الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثم بعد ذلك الصراط، وقبل الصراط الظلمة التي تكون دون الجسر. بعد الصراط تأتي قضية، وهي بعدما يسير أهل الإيمان ويتجاوزون الصراط يكونون لا بد أن يقفوا في القنطرة فيهذبوا وينقوا قبل الدخول. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. المقصود أن أهل الإيمان يوقفون على القنطرة، على قنطرة، ثم يهذبون وينقون، فيقتص من بعضهم لبعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا، إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا يقتص من بعضهم لبعض، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهاراً وأبراراً، ليس لأحد عند الآخر مظلمة ولا يطلب بعضهم من شيء بعضاً. هذه القنطرة تختلف عن الصراط، القنطرة تختلف عن الصراط. الصراط مضروب على متن جهنم وفيه من يسقط على النار، والصراط وإن كان على القول الصحيح أنه لا يمشي فيه إلا المسلمين فقط والكفار لا يمشون فيه، هذا هو القول الصحيح فيما يظهر أن الذي يسير على الصراط هم المسلمون، لكن يسقط منهم من يسقط من الصراط، فالصراط يسقط منه من يسقط من الناس، أما القنطرة فلا، فهي تختلف القنطرة عن الصراط في عدة أمور. الأمر الأول أن القنطرة لا يسقط منها أحد ولا يسقط فيها أحد، بخلاف الصراط الذي يسقط منه أناس يسقطون في النار أجرنا الله وإياكم. قال القرطبي رحمه الله: حبسوا على صراط آخر خاص لهم، قال: ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله، يعني في القنطرة، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه. هذا كلام القرطبي رحمه الله، وهذا فرق واضح. الفرق الثاني أن الصراط مضروب على متن جهنم، وأما القنطرة فإنها بين الجنة والنار، فليست مضروبة على متن جهنم وليست فوق النار، فرق بين الصراط والقنطرة. الفرق الثالث أن القنطرة يحصل فيها الاقتصاص من مظالم خاصة بين أهل الجنة فقط، يحصل فيها اقتصاص خاص بين أهل الجنة فقط، لأنهم بعد ذلك يتوجهون إلى الجنة فيتخلصون ويخلصون من الآثام بمقاصة بعضها من بعض. يقول ابن حجر: وقد جاء في حديث جابر: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة، والله جل وعلا يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر
متقابلين. قال أبو أمامة: لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل. هذا الأثر ذكره ابن كثير في التفسير وكذلك ابن جرير، والله أعلم بصحة هذا الأثر عن أبي أمامة. فإذا عاين المؤمنون هذا الثواب العظيم والثواب الوافر والعطاء والنعيم المقيم والملك الكبير، فإنهم يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني الذي كان وعدنا على ألسنة رسله كما دعونا في الدنيا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من القضايا المهمة التي نختم بها تقريبا الفترة الأولى من هذه الدورة أن أهل الجنة خالدين فيها، نسأل الله من فضله. فالإنسان في الدنيا لما يكون عنده مال، لما يكون عنده قصر، لما يكون عنده أولاد، لما يكون عنده زوجة حسناء، لما يكون عنده أي أمر من أمور الدنيا وملاذ هذه الدنيا، فإنه يبقى في قلبه قلق أنه سيفارق هذا النعيم في يوم من الأيام، وهذا بالنسبة للإنسان مقلق. أما الجنة فنعيمها دائم، لا يقلق من زوال هذا النعيم، لا يقلق من زوال هذا النعيم، ولا يخشى على قصره أن يتصدع ولا أن ينهد، لا يخشى على أمواله أن تذهب، ولا على أولاده من أحداث الدنيا وحبائلها، لا يخشى على نفسه من الموت. حتى لو ملك مال قارون في هذه الدنيا فإنه لا يزال في قلق في حياته على ماله وعلى صحته وعلى حياته وعلى حياة أولاده. أما الجنة لا، حسنت مستقرا ومقاما، خالدين فيها أبدا. الجنة أيها الأحبة لا تفنى ولا تبيد، يعني كلمة خالدين فيها كلمة عظيمة، كلمة جليلة، يعني فرق بين أنك تدخل شيء جميل وعظيم ولا تدري ولا تعلم هل أنت خالد فيها أو لا، هل ستموت فيها أم لا، فرق بين هذا وبين أنك تعلم أنك خالدا في هذا الأمر لا تموت بعد ذلك أبدا. فتصور أهل الجنة، يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، رواه الإمام مسلم. فأتأمل في أهل الجنة وهم يدخلونها وينظرون إلى قصورها وأشجارها ويعيشون بين أنهارها ويعيشون مع الحور العين على الأرائك، ينظروا على الأرائك ويقطفون ثمار الجنة، فيسمعون المنادي ينادي: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.